وتمسح الحزن عن المساجد عن المساجد يا ليله الاسرار فعلا عيوننا اليك ترحل كل يوم يا قدس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب الصف السادس في وحدتنا الاخيره وفي درس القراءه الاخير حما فلسطين اعزائي طلاب الصف السادس قبل ان نبدا بقصيدتنا اريد ان اتحدث عن المسجد الاقصى ونعرف ما هو المسجد الاقصى المسجد الاقصى هو أحد أكبر مساجد العالم وأحد المساجد المساجد الثلاثة التي يشد المسلمون الرحال إليها طبعا هو أولى القبلتين وثالث الحرمين فلدينا مكة المكرمة ومسجد المسجد النبوي والمسجد الأقصى هذا ما نقصد بثالث الحرمين وأولى القبلتين إذن أولى القبلتين وثالث الحرمين الآن عندما نقول المسجد الأقصى، نحن نعني أن كل ما داخل سور المسجد هو يسمى المسجد الأقصى. سنوضح ذلك بصورة. إذا يا سادس، المسجد الأقصى هو كل ما دار عليه السور، أي كل ما هو داخل السور هو يسمى المسجد الأقصى. الآن القبة الذهبية هذه هي قبة الصخرة هذه قبة الصخرة وهذا الجامع اسمه الجامع القبلي هذا فيما يخص تعريفنا بالمسجد الأقصى يا سادس دعونا نبدأ بالعنوان العنوان هو حما فلسطين والحمى يقصد به هو الموضع الذي يحمى ويدافع عنه القصيده هي للشعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود سنقرا القصيده ونتعرف بالشاعر ونعود لشرح الابيات حمى فلسطين ساحمل روحي على راحتي والقي بها في مهاوي الردى فاما حياه تسر الصديق واما ممات يغيض العدا ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى وما العيش لا عشت ان لم اكن مخوف الجناب حرام الحمى ارى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا فكيف اصطباري لكيد الحقود وكيف احتمالي لسوم الاذى بقلبي سأرمي وجوه العداة فقلبي حديد وناري لظى وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى. دعونا نتعرف بالشاعر. الشاعر هو عبد الرحيم محمود شاعر فلسطيني من مدينة طول الكرم واشتهر بقصائده الوطنية وقد استشهد في معركة الشجرة في فلسطين، سنحفظ اسم الشاعر عبد الرحيم محمود ونحفظ معركة الشجرة التي استشهد فيها في فلسطين عام 1948، دعونا الآن نذهب إلى شرح وتحليل الأبيات، ونبدأ بالبيت الأول. قال الشاعر ساحمل روحي على راحتي والقي بها في مهاوي الردى اتعرف المعاني راحتي هي باطن الكف من الداخل والقي بها في مهاوي مهاوي بمعنى مصارع والردى بمعنى الهلاك او الموت الشاعر في هذا البيت يا سادس يقول انني ساقوم بحمل روحي فداء لوطني على راحتي وسالقي بها في مصارع الموت وفي مصارع القتال اي انني ساضحي بروحي فداء للوطن وهنا لدينا صوره فنيه ساحمل روحي على راحتي شبه الروح بشيء يحمل او يمسك باليد ويلقى به فاما حياه تسر الصديق واما ممات يغيض العدا مماتنا الموت طبعا، يغيظ بمعنى يقهر والعدى هو العدو، وهم بني صهيون اليهود، في هذا البيت الشاعر يقول هنالك خياران، اما ان نعيش حياة تسرنا وتسر الاصدقاء، واما نعيش واما اعتذر واما نموت موتة نغيظ ونقهر بها أعداءنا، ألا وهو الاستشهاد. ونفس الشريف لها غايتان، إذا الإنسان الشريف. غايتان مفردها غاية وهو الهدف والمراد. ورود بمعنى الوصول، المنايا مفردها منية، وهو نيل الشهادة والموت، ونيل المنى، المنى هنا بمعنى النصر. إذن المنى بمعنى النصر ومفردها منية وهي الأمنية إذن يقول الشاعر إن كل إنسان شريف له هدفان وغايتان إما خوض المعارك والنيل أي الوصول للشهادة ونيلها وإنما النصر وتحقيق الأمنية وما العيش لا عشت ان لم اكن مخوف الجناب حرام الحمى يقول ما هو العيش مخوف الجناب هنا بمعنى ان اكون ذو هيبه اخيف اعدائي حرام الحمى اي انه هذا المكان لا يمكن انتهاكه ولا يمكن التعدي عليه اذا يقول الحياة هنا ما العيش؟ الحياة لا قيمة لها إن لم أكن إن لم يكن الإنسان ذا هيبة بين الناس وكانت أعراضه ووطنه محمي من تدنيس العدو، أرى مصرعي يقول أرى مصرعي أرى موتي أين؟ دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى، المبتغى بمعنى المراد. إذا يقول الشاعر هنا إنني أفضل أن أموت وأن أستشهد في سبيل الله وأن أكون شهيدا فداء لوطني ولا أعيش دليلا وحقي مسلوب دون حق السليب أو أن تكون بلادي مسلوبة مني إذا وطبعا العيش في كرامة هذا هو ما يريده الإنسان وهذا هو المبتغى إذا أرى موتي دون حق السليب ودون بلادي، إذا أنا أفضل أن أموت وأن أستشهد فداء لوطني وألا أرى و.. وألا وألا أعتذر وألا أرى أن حقي مسلوبا وبلدي ووطني مسلوب مني وهذا هو المراد لعمرك هذا ممات ما الرجال ومن رام موتا شريفا فذا لعمرك هنا هذا أسلوب قسم يا سادس، إذا لعمرك هنا أسلوب قسم، ومن رام موتا شريفا فذا، رام أي طلب، رام بمعنى طلب، فذا أي هذا هو هو اسم إشارة بمعنى هذا، هنا لدينا قسم قلنا، يقسم الشاعر أن الموت هذا الموت الذي يكون دفاعا عن حقوقنا وعن بلادنا، هذا هو ممات الرجال الشرفاء. الأعزاء الذين يرفضون المهانة والذل وهو الميت الموت الشريف. ومن ومن كان يريد موتا شريفا فهذا هو الموت الذي تطمح إليه كل نفس شريفة عزيزة أبية. فكيف اصطباري لكيد الحقود وكيف احتمال لسوم الأذى؟ يتساءل الشاعر هنا. كيف اصطبر؟ طبعا متعجبا يا سادس. كيف أتع كيف استطيع ان اعيش اعود لتوضيح المعنى اعتذر اصطباري بمعنى احتمالي اي صبري كيد بمعنى مكر والحقود هنا يقصد بهم الاعداء اذا كيف احتمل مكر الاعداء وكيف احتمالي لسوم الاذى اي مشقه الاذى فالشاعر هنا يتساءل متعجبا كيف لي ان اعيش وانا اقضي مغيضي واحتمل مكر مكر الاعداء و أنا كيف أحتمل هذا العذاب ومشقة هذا الأذى؟ أراهم يغتصبون وطني، ولا أقوم بالدفاع عن وطني، بقلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى، وجوه العداة، العدات هنا، العداة هنا هي الأعداء، فقلبي حديد هنا يكني، كناية عن شدة بأسه، فهو يشبه قلبه بالحديد. إذا كناية عن شدة بأسه وقوته وناري لظى لظى أي مشتعلة وحارقة واللظى هي من أسماء النار إذا الشاعر ماذا هنا يقول أنا سأدافع عن وطني وسأستشهد بأني سأرمي قلبي في وجوه العداء في وجوه الأعداء وأنا أتقبل أو أقبل على الشهادة بكل صدر رحب وب كل قلبي سأدافع عن وطني، إذا بقلبي سأرمي وجوه العودات، فماذا قلبه؟ فقلبه من حديد وناره مشتعلة، تحرق كل من رمى بها إياه. إذا الشاعر هنا يقول أنه سيدافع عن وطنه بقلبه وسيستشهد في سبيل وطنه، فسيرمي بقلبه في وجوه العودات. فقلبه من حديد وناره مشتعلة وحارقة، وشبه قلبه بشيء يرمى وبشيء من حديد، وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى، أحمي حياضي، الحياض هي الوطن والدين، بحد الحسام، الحسام هي من أسماء السيف وهو السيف القاطع، فيعلم قومي بأني الفتى. سأحمي بلادي بماذا؟ بحد الحسام، بحد السيف، فلا استرجاع للوطن إلا بالقتال يا سادس أعتذر، وحتى يعلم قومي بأنني أنا فتى قادر على تحمل المسؤولية وعلى الدفاع عن وطني، فيعلم قومي بأني أنا الفتى الذي يدافع عن وطنه ويحمي وطنه من شر الأعداء. اذا القصيده يا سادس كانت تتحدث عن ثلاث افكار الموت في عزه خير من موت دليل الموت في سبيل الله دفاعا عن الوطن هو شرف عظيم ورود ساحات الموت افضل من الصبر على كيد العدو نذهب الان الى حل الاسئله يا سادس المعجم والدلاله فرق في المعنى بين كل كلمتين متقابلتين تحتهما خط ما يأتي. سأحمل روحي على راحتي، الراحة هنا راحة الكف بمعنى باطن الكف، أجد راحتي أي است... راحتي في مساعدة الآخرين أي استراحتي. بقلبي سأرمي وجوه العدا الوجوه هنا مفردها وجه وهو جزء من جسم الإنسان. حلّ وجوه القوم النزاع، الوجوه هنا مفردها وجيه. وهنا بمعنى كبار وعظماء وعظماء وسادة القوم حدد الكلمات المتقابلة أي المتضادة في البيت الثاني يريد منا أن نذهب إلى البيت الثاني وهنا كلمات متضادة حياة عكسها ممات تسر عكسها يغيض والصديق عكسها العدو إذا حياة وممات الصديق والعداء تسر ويغيض هاتي مفرد كنا الكلمتين الآتيتين المنايا والمنى المنايا مفردها منية بفتح الميم وتشديد الياء والمنى مفردها منية وهي تعني الأمنية بضم الميم يا سادس استخرجنا المعجم معنى كل الكلمات الآتية مصرعي بمعنى هلاكي أو موتي أو مقتلي السليب هو بمعنى المسلوب وهو ما ينتزع قهرًا. الحقود هو الإنسان الذي يضمر العداوة. اللظى هي من أسماء النار وهي النار المشتعلة الحارقة. الحسام هو السيف القاطع. نذهب إلى الفهم والاستيعاب والتحليل. في ضوء البيت الثاني، كيف تكون الحياة سارة للصديق؟ فاما حياه تسر الصديق واما ممات يغيب العدا بان يحيا حياه حره شريفه اذا كيف تكون الحياه ساره بان يحيا حياه حره شريفه ما الغايتان اللتان تصب اليهما نفس الشريف ما هي الغايتان الذي تذهب اليها نفس الشريف وتريدها وتهدف اليها ما هما الغايتان هي ورود المنايا ونيل المنى، إذا ورود المنايا ونيل المنى، وبين قوسين يا سادس النصر أو الشهادة، إذا النصر أو الشهادة، ماذا قصد الشاعر بقوله حق السليب في البيت الخامس؟ يقصد حقه في العيش في أرضه فلسطين، إذا الحق السليب هو الحق المسلوب من العيش بأمان في وطنه فلسطين. ما العيش، ما الطريق أعتذر، ما الطريق إلى تحرير فلسطين وحمايتها في نظر الشاعر؟ عندما قال، نعود إلى الأبيات، "وأحمي حياضي بحد الحسام، وأيضا بقلبه سيرمي وجوه العداء، إذا كيف الطريق إلى تحرير فلسطين إن شاء الله يا سادس، وحمايتها في نظر الشاعر؟ حماية الأرض والدين بالقوة، فما أخذ بالقوة... لا يسترد إلا بالقوة. يتحدث الشاعر في البيت الرابع عن العيش الكريم، فما العيش الكريم في نظره؟ نعود إلى البيت الرابع، "وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى"، إذا أن يكون الرجل ما به أو الشخص أو الإنسان أن يكون مخيف لعدوه ووطنه محمي، إذا العيش الكريم بأن أكون أنا مخيف ذو مخيف لعدوي ووطني محمي. بما وصف الشعر المحتل الصهيوني في البيت السابع، البيت السابع قال: فكيف اصطباري لكيد الحقود؟ إذا هو عدو حقود كائد، إذا هو كائد حقود. أي بيت شعري يتضمن المعنى الآتي: سأدافع عن وطني حتى أحقق إحدى الحسنيين. النصر أو الشهادة هو البيت الثالث يا سادس، ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى. جمعنا الله وإياكم إن شاء الله في أرض فلسطين وحررها إن شاء الله يا سادس. يعطيكم ألف عافية، دمتم سالمين.